مغلق يعني مثلا حزب مجموعة حزب المحافظين عملنا في وايت هول يعني أمام داونينج ستريت، كان هناك احتفال وكان رئيس حزب المحافظين المتحدث الرئيسي فيه، ودعونا فيه شخصيات عربية كثيرة وشخصيات من الشرق الأوسط، دبلوماسية وغيرها، وكان هناك عدد ضخم جدا من الناس، وأنا فخور بذلك. وكانت درجة الحرارة تحت الصفر، ورغم أن هذا القاعة كانت مليئة، فهناك اهتمام. ولكن أنا أريد أن أرى ذلك أكثر توسعا، وأرى نوع من التثبيت ونوع من يعني احنا محتاجين دعم. يعني أنا أعتقد في كل مجموعتنا في حزب المحافظين أو حزب العمال أو غيرهما ليس هناك لنا دعم كبير بالنسبة للمجموعات الأخرى. أنا أتحدث عن دعم، ليس يعني دعم مادي ومعنوي، وكأنه حتى الآن ليس هناك قناعة عربية لدى الحكومات العربية، لكن بغض النظر عن الحكومات العربية ليس هناك قناعة عربية لدى رجال الأعمال العرب، لدى الشخصيات الأساسية أو المؤسسات الأساسية العربية في دعم لوبيات عربية في هذه الأحزاب. لا يعتقدون أن الأمر مفيد. لا أفهم ماذا تعني كلمة مفيد بالنسبة للكثير، ولكن هي مفيدة إذا فكروا فيها، لأن هم إذا كانوا جزء من هذا المجتمع أو هم يتعاملوا خارج هذا المجتمع. يعني ما هو الرجل الأعمال الهندي ورجل الأعمال الباكستاني يعمل في الهند والباكستان كذلك، فأنا لا أعتقد أن هناك اختلاف. وتصور أن رجال الأعمال العرب في بريطانيا عندهم مسؤولية، وتصور أنهم يعني قادرين على المساعدة والوقوف بجانب مؤسسات مثل في حزب المحافظين أو في العمال، وأعتقد وأنا أنتظر ذلك، وأنا يعني بحاول أشرح لهم ذلك في أوقات كثيرة، أقول لهم أننا ليس منظمة حكومية كذلك. دكتور رفيق مصطفى، عندما يحدث يعني أحداث كبرى مثل الحرب ضد لبنان في 2006 والحرب ضد غزة مؤخرا، وطبعا الحرب ضد العراق في آونة قبل ذلك، وتخرج هذه المظاهرات، سواء كانت هذه المظاهرات في بريطانيا نتحدث، سواء كانت بريطانية صرف أو بريطانية عربية، لا نشعر أن المجموعات العربية في الأحزاب البريطانية معنية بما يجري في الشارع. هل هناك هذا، يعني هناك بون شاسع بين الناس، بين الجماهير، بين الشعب وبين النخب التي تعمل في الأحزاب البريطانية؟ والحقيقة أنا خرجت في أثناء الحرب على لبنان وعبرت عن رأيي في الحرب في غزة في تايمز. يعني احنا بنعبر وبنكتب، هو بس احنا يعني وايد واحدة ما بتسقفش زي ما بيقولوا، بس احنا عايزين ان احنا نعمل مع بعض. ان احنا هو المشكلة ان احنا عندنا التفكير الايديولوجي او الارتباط بالأم الوطن الأم والأنظمة إلى حد كبير، هذا يؤثر كثير، ولكن يجب أن نرفع نفسنا فوق ذلك. يجب أن نكون مواطنين حرين، ويجب أن نساعد. أنا أحب أساعد مصر، أنا أحب أساعد فلسطين، أحب أساعد العرب، أحب أساعد العراقيين، أحب أساعد كل مواطنين، بس أنا في النهاية مواطن بريطاني، وأريد أن أحتفظ بهذه الهوية، وأريد أن أحترم على هذا الأساس، ورأيي يحترم ولا يفرض علي رأي. أريد أن يكون لنا صوت. بصفتك ناشط بريطاني عربي في حزب، يعني معني مباشرة بسياسة بريطانيا في المناطق العربية والمسلمة، باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة أعلن منذ فترة وجيزة عن برنامجه للانسحاب من العراق بشكل كامل في 2011. بريطانيا موجودة في العراق، هل أيضا هناك خطة بريطانية، هناك توجه بريطاني مستقل، أم أنه دائما توجه بريطاني في هذا المضمار تحدث عن العراق وعن أفغانستان تابع للسياسة الأمريكية؟ بريطانيا وأمريكا لهم علاقة خاصة. إذا كنا نتحدث عن القومية العربية ومقومات القومية العربية، سوف تجد أن إذا تحدثنا عن المقومات، العلاقة بين بريطانيا وبين أمريكا هي متشابهة من ناحية اللغة ومن ناحية الدين ومن ناحية الوضع السياسي، فهم متشابهين، هما يعني دولتين مختلفتين، الأطلنطي بينهم، ولكنهم
هامين جدا وسوا يكونوا معا، وطول عمرهم كانوا معاهم على فكرة، لم تكن جديدة يعني، في آخر 100 سنة كانوا مع بعض. فأنا أتصور أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق هو لتركيز الولايات المتحدة على أفغانستان، وخاصة العراق ابتدت تستقر سياسيا إلى حد كبير، وكما نرى الانتخابات الأخيرة المحلية كانت تشير إلى بدائر طيبة جدا، أنه لم تكن هناك عمليات قتل كما حدث. وبالتالي العصر في بريطانيا أو الموضة حاليا هي موضة انسحاب، لكن في المقابل، مقابل الانسحاب العراقي، هناك موضة أخرى هي زيادة عدد القوات في أفغانستان. أوباما يتحدث عن إرسال 17,000 جندي أمريكي ليضافوا إلى 38,000 جندي أمريكي موجودين هناك. طبعا بريطانيا كذلك موجودة في أعتقد حوالي 8,500 جندي بريطاني. هناك دعوة من روبرت جيتس وزير الدفاع للأطلسيين ولكل الأصدقاء الولايات المتحدة بإرسال مزيد من القوات. هل أيضا في بريطانيا هناك من يدعو إلى هذه الدعوة الأمريكية؟ هو طبعا هو التركيز على أفغانستان كما نعرف أننا يريد التركيز على الحدود الشمالية لباكستان، لأن هذه المنطقة التي فيها المتطرفين والقاعدة، فأتصور أن هذا هو الغرض الأساسي، هو محاولة إنهاء ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب بطريقة أو بأخرى كما نرى. وأعتقد أن أوباما يريد إلى تحقيق سلام في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا الشرق الأوسط جزء من العالم، وبالتالي يجب أن نكون سلام. هيكون في مشاكل، أي واحد فينا له أخطاء وله نجاحات، فأنا أتعشم أن أوباما ومعه وزارة الخارجية يكون لهم نجاح في ذلك. نقاش في بريطانيا هو مع زيادة القوات في البريطانية في أفغانستان، مع إكمال هذه الحرب في أفغانستان. هذا الغرض تكتيكي طبعا واستراتيجي، لأنه هناك حاجة إلى ذلك، وبريطانيا كما تنسحب من العراق هيكون هناك قوات قليلة في العراق كما نعرف، لأن العراق ابتدت تستقر سياسيا، وبالتالي ليس هناك حاجة لذلك. وكذلك وهذا من الأسباب كذلك إلى محاولة تثبيت أو تحاولة خلق صوت واحد للفلسطينيين بين غزة وبين حماس وبين وبين الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية. أعتقد أنها الشرق الأوسط كله في مرحلة تحول خلال العام أو العامين القادمين، وأتصور أنني عندي شعور إيجابي نحو ذلك. شعور أو معلومات في قلب ومعلومات أيضا. طيب السؤال الأخير حول ما أشيع أخيرا وما سرب عن صفقة عرضتها إيران على بريطانيا من أجل وقف ضرب القوات البريطانية في العراق مقابل الكف عن ممارسة الضغوط بريطانية ودولية على البرنامج النووي بهذا المعنى، وكأنه هناك قناة اتصال بريطانية إيرانية. هل تشعر أن هناك خصوصية بريطانية إيرانية في هذا الشيء؟ طبعا إيران دي دولة مستقلة ودولة عمرها آلاف السنين لا يمكن تجاهلها، وأنا أقدر الإيرانيين كثيرا، ولكن الاتصالات ستستمر. إذا كان هناك اتصالات مع حماس كيف لا تكون مع إيران؟ يجب أن نعرف أن إسرائيل لها موقف خاص من ذلك كذلك. يجب أن نعرف أن مصر والدول العربية والسعودية لهم موقف كذلك معقد من ناحية إيران. فأعتقد أن موقف بريطانيا سوف يكون قريبا من موقف الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أشكرك جزيلا الشكر دكتور وفيق مصطفى، رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين البريطاني. يعني كنا في تجوال بريطاني في عصر الأزمات في الداخل والخارج. شكرا، انتباه. إلى اللقاء.